بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض محاضراتنا في التجارة الدولية. من أهم الموضوعات اللي هنتناولها في محاضرة النهاردة، أول حاجة هنتعرف على مفهوم التجارة الخارجية وإيه الفرق بينها وبين التجارة الداخلية، وهنتعرف على أسباب قيام التجارة الخارجية وأهميتها، بالإضافة إلى تحديد العلاقة ما بين التجارة الخارجية وتقسيم العمل الدولي. بداية، كانت الثورة الصناعية اللي حدثت في بريطانيا في منتصف القرن الـ18 بمثابة الانطلاقة الأساسية للتجارة الخارجية. ده ليه؟ علشان ازدادت الحاجة للمواد الأولية وازداد التصنيع بواسطة الميكنة، وطبعا ده أدى إلى زيادة الإنتاج، مما جعل هناك حاجة ملحة لظهور أسواق ليتم فيها تصريف المنتجات، وبدأ استعمار الدول من أجل فتح أسواق جديدة للحصول على المواد الأولية، وفي نفس الوقت عشان يتم تصريف فوائد الإنتاج. بعد كده تطورت التجارة الدولية نتيجة لتطور كافة نواحي الحياة، ابتداء من وسائل النقل او وجود التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات، ودخول العالم في عصر التعاون الاقتصادي الدولي من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية، وبدأ ظهور اتحادات وتكتلات اقتصادية، بالإضافة إلى وجود عديد من المنظمات زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الداعمين لآلية عمل منظومة التجارة العالمية. طيب، يعني ممكن نعرف التجارة الخارجية إنها المعاملات التجارية الدولية المتمثلة في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، وبتنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة. يعني معنى كده إن أي انتقال يتم عبر حدود الدولة ده بيدخل في نطاق التجارة الخارجية. طب التبادل بين الدول بياخد كذا شكل، اما تبادل سلع ماديه بيكون في شكل الات، معدات، سيارات، منسوجات، اي مواد خام، او بيكون في شكل تبادل خدمات زي خدمات النقل والتامين والسياحه، وممكن يكون التبادل بين الدول في شكل استثمارات اجنبيه مباشره، يعني تبادل رؤوس الاموال، وبيكون في شكل إقامة مشروعات أجنبية داخل الحدود السياسية للدولة. كمان ممكن يكون التبادل بين الدول في شكل تبادل عنصر العمل، والمقصود به أن يكون للدولة عمالة خارج حدودها. دلوقتي هنفرق بين التجارة الداخلية والخارجية، لكن يجب أن نشير لنقطة مهمة جدا، أن كل من التجارة الداخلية والخارجية بتكون نتيجة للتخصص وتقسيم العمل، وده بيؤدي بالضرورة إلى قيام التبادل. لكن الفرق جلي بين التجارة الداخلية والخارجية في عديد من النقاط. فالتجارة الداخلية بتتم داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية، بينما التجارة الخارجية بتتم عبر الدول. التجارة الخارجية بتتعامل مع نظم اقتصادية وسياسية مختلفة، لكن التجارة الداخلية بتعمل في ظل نظام واحد داخل الدولة. بتختلف ظروف السوق من دولة إلى أخرى، وبيحكمها عوامل أيضا مختلفة من دولة إلى أخرى، وبالتالي تختلف التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية في هذه النقطة. وبنلاقي الدول اللي بتتعامل مع بعض، دول العالم لما بيتم تجارة بينهم بتختلف مراحل النمو الاقتصادي بين دولة وأخرى. ممكن دولة يكون فيها حالة رواج تتعامل مع دولة أخرى تمر بحالة من الكساد، لكن في ظل التجارة المحلية بيسود حالة واحدة داخل الدولة. التجارة الخارجية بتسمح بوجود فرصة للتكتلات والاحتكارات التجارية بشكل واضح جدا عن التجارة المحلية أو الداخلية. كمان سهولة انتقال عوامل الانتاج داخل الدولة الواحدة، لكن عملية انتقال عناصر الانتاج عبر الدول بتكون فيها اكثر صعوبة في ظل التجارة الخارجية.
النظم القانونية والتشريعات الاقتصادية والضريبية اللي بتنظم التجارة الداخلية بتختلف عن النظم والتشريعات في ظل التجارة الخارجية. أخيرا، في ظل التجارة المحلية بيتم التعامل بعملة واحدة، بعكس التجارة الخارجية بيتم تعدد العملات المتعامل بها. يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية اللي كان بيسميها الاقتصاديون مشكلة الندرة النسبية، ودي بتتمثل في عدد من الأسباب. أول حاجة، إن كل دولة لها منحنى إمكانيات إنتاج بتحدد حجم السلع والخدمات المنتجة، بس ده مش شرط إنه كل دولة لها نفس منحنى إمكانيات الإنتاج. طبعا لأ، كل دولة لها خصائص مختلفة، وبالتالي منحنى إمكانيات الإنتاج ما بيكفيش لإنتاج كل السلع والخدمات، وبالتالي بتضطر الدول تعتمد على التجارة الخارجية. اختلاف تكاليف الإنتاج السلع بين الدول المختلفة ده بيكون لاختلاف العوامل البيئية اللي موجودة، يعني مثلا دولة فيها أراضي خصبة، وبالتالي هتكون المنتجات الزراعية سعرها منخفض. دولة فيها ثروة بشرية، موارد بشرية، فالسلع اللي بتعتمد على العمالة بيكون سعرها منخفض، كله حسب العوامل المتوفرة لديها، وبالتالي تكاليف الإنتاج هتكون مختلفة. سبب آخر لقيام التجارة الخارجية وهو اختلاف مستوى التكنولوجيا من دولة إلى أخرى، ودايما المواطنين بيسعوا للحصول على المنتجات اللي التكنولوجيا فيها بتكون أفضل. سبب آخر لقيام التجارة الخارجية وهو عدم إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وده بيكون سببه هو ضعف الإمكانيات المادية أو البشرية أو الاتنين مع بعض. سبب مهم برضو لقيام التجارة وأنا بعتبره هو سبب أساسي، وهو وجود فائض في الإنتاج، ودي مشكلة الدول المتقدمة يا جماعة، لأن هي عندها مشكلة over production، فائض في الإنتاج عايزة تصرفه، وبالتالي قيام التجارة الخارجية بيحللها المشكلة دي، إنها عندها فائض في الإنتاج، السوق المحلي ما بيستوعبش هذا الإنتاج، وبتضطر إنها تبحث عن أسواق أخرى لتصريف هذه المنتجات. سبب آخر هو الحصول على أرباح من التجارة الخارجية، وده بيكون بسبب الفروق السعرية أو بسبب وفرة عوامل الإنتاج، وبالتالي ده هيؤدي إلى انخفاض أسعارها وهيحقق فيها ميزة في المنافسة السعرية. بالإضافة إلى أن التجارة الخارجية بتبحث دائما على رفع مستوى معيشة المواطنين، عشان كده دايما بتسعى الحكومات من خلال التجارة الخارجية أنها تحصل على السلع والخدمات اللي بتسد الحاجات وتشبع الرغبات. التجارة الخارجية بتعد من القطاعات الحيوية في أي مجتمع، لما لها من أهمية تتمثل في عدة نقاط. أول حاجة، إنها بتربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض، ده بالإضافة إلى إنها أداة علشان تصرف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية زي ما شرحنا قبل كده. كمان إحنا بنعتبر التجارة الخارجية مؤشر أساسي على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي. ليه؟ لأن المؤشر ده مرتبط بإمكانية الإنتاج المتاحة وقدرة الدولة على التصدير، وكمان مستويات الدخل فيها وقدرتها على الاستيراد، كل ده بينعكس على رصيد الدولة من العملات الأجنبية اللي له أكبر الأثر على الميزان التجاري. بالإضافة إلى أن التجارة الخارجية بتحقق المكاسب على أساس أنها بتحصل على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا. كمان التجارة الدولية بتزود الدخل القومي، وإنها كمان بتعتمد على التخصص والتقسيم الدولي للعمل. التجارة الخارجية بتساعد على نقل التكنولوجيات والمعلومات الأساسية وتعزيز عملية التنمية الشاملة، لأنه أنتوا عارفين أن
تحقيق أي تنمية حقيقية لابد من الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة، وبالتالي الدولة اللي عندها عجز في هذا الموضوع بيتم استيراده من دول أخرى. آخر حاجة إنها بتحقق التوازن في السوق الداخلية نتيجة لتحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب. عايزين نشوف بقى ما هي العلاقة بين التجارة الدولية والتخصص الدولي. بنلاحظ إنه على المستوى العالمي مش هنلاقي دولة واحدة تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن. ده معناه إيه؟ إن التخصص وتقسيم العمل على المستوى الدولي بيرتبط ارتباط وثيق قوي بالتجارة الدولية، وده اللي أكده الاقتصاديون الكلاسيك مثل آدم سميث. هو قال إن الفرد إذا تخصص في أداء عمل واحد فإنه سوف يتقنه ويرفع درجة مهارته، وبالتالي تزداد إنتاجيته ويحصل على مستوى أعلى من الرفاهية الاقتصادية. طيب ده بيلخص لنا النتيجة اللي احنا وصلنا لها، إن لولا قيام التجارة الدولية لما تخصصت أي دولة في إنتاج السلع والخدمات بكميات تزيد عن حاجتها. ليه؟ لأن لو مفيش تجارة دولية كل دولة هتكتفي بإنتاج ما يلزمها من السلع والخدمات المختلفة ومش هتكون في حاجة للتجارة. يبقى عشان في تخصص وتقسيم عمل دولي ده اللي بيشجع على قيام التجارة الدولية. طيب التخصص الدولي ده بيرجع لمجموعة من العوامل أو بتأثر فيه عدد من العوامل. أول حاجة اختلاف الظروف الطبيعية بين الدول بينها وبين بعض. في دولة يتوافر لديها أراضي زراعية، دولة أخرى يتوافر لديها موارد النفط وهكذا. يعني هنا بتتحدد قدرة كل دولة في التخصص على ما تعطيه لها الطبيعة من موارد طبيعية. الحاجة التانية مدى وفرة وندرة عناصر الإنتاج زي الكثافة السكانية وبالتالي الأيدي العاملة، كمان تكاليف النقل يا جماعة، لأنه لما بترتفع تكاليف النقل فلو في دولة هتتخصص في إنتاج سلعة معينة بسعر منخفض ويضاف إليه تكاليف النقل، ولو كان تكاليف النقل مرتفعة يبقى هتفقد ميزتها التنافسية على مستوى الدولي، وبالتالي فتكاليف النقل بتأثر بشكل كبير على التخصص الدولي. بالإضافة إلى توافر التكنولوجيات الحديثة، ده اللي بيخلي دول تتميز عن دول أخرى في عمليات الإنتاج. دلوقتي هنتكلم على نظريات التجارة الدولية، وهنبدأ مع بعض دراسة النظريات التقليدية أو الكلاسيكية في التجارة الخارجية. والنظريات دي ظهرت في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 كرد فعل لمذهب التجاريين اللي كانوا بيدعوا إلى فرض قيود على التجارة الخارجية بهدف الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة، لأنهم يروا أن مقياس قوة الدولة الاقتصادية يقاس بما تمتلكه من معادن. علشان كده جاءت النظريات الكلاسيكية مدافعة عن حرية التجارة الخارجية، لأن هما شايفين أن حرية التجارة هي الطريق لزيادة ثروة البلاد الحقيقية وبالتالي قوتها الاقتصادية. وترتيبا على ذلك كانت حرية التجارة الخارجية في نظر مفكري المدرسة الكلاسيكية أفضل من عدم حرية التجارة الخارجية. وظهرت عدة نظريات، منها نظرية الميزة المطلقة لآدم سميث، وبعدها لديفيد ريكاردو نظرية النفقة النسبية، ثم جون ستيوارد ميل ونظريته في الطلب المتبادل، وأخيرا نظرية هيكشر وأولين ومحاولة تفسير أسباب اختلاف النفقات النسبية للسلع المختلفة. دلوقتي هنبدأ بنظرية آدم سميث، واللي أوضح في كتابه ثروة الأمم إن تقسيم العمل الدولي هيتيح لكل دولة تتخصص في إنتاج السلع اللي عندها ميزة مطلقة في إنتاجها، وبعدين تبادل الفائض بتاع إنتاجها بسلع أخرى من دول تانية تتمتع فيها بميزة مطلقة في إنتاج هذه السلع. وبالتالي هو شايف إنه التجارة الخارجية هتتيح أهم وظيفتين. أول حاجة
إنها تخلق مجال لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة استهلاكها المحلي، وهيبدأ الناس تبدل السلع الفائضة دي بسلع تانية هي محتاجاها ذات نفع أكبر. الحاجة التانية إنها تتغلب على ضيق السوق المحلي، لأنها هتستورد السلع اللي ما عندهاش ميزة في إنتاجها، أو تكلفة إنتاجها كبيرة جوه البلد، أو إنها ما تقدرش تنتجها أصلا. حاجة تانية برضو شايفها آدم سميث، إنه نفقة إنتاج السلعة بتتمثل في كمية العمل اللازمة لإنتاجها، وده معناه إنه أهمل عناصر الإنتاج الأخرى، لأن إحنا خدنا قبل كده عناصر الإنتاج تتمثل في الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، لكنه أعطى أهمية لعنصر العمل واعتبره إن هو ده العنصر الوحيد للإنتاج. وأوضح آدم سميث إن ثروة الأمة بتنعكس في قدرتها الإنتاجية، وليس في ما تمتلكه من معادن نفيسة وأرصدة دولية زي ما قال قبل كده التجاريين. وده طبعاً هيكون في ظل الحرية الاقتصادية اللي هتقدر تخلي الدول تزود طاقتها الإنتاجية، لأن لو ما فيش حرية تجارة مش هتقدر هي تتخصص ولا تزود إنتاجها. نقطة مهمة تانية برضو ركز عليها، إن تقسيم العمل بيشتغل في ظل أسواق تسودها المنافسة الكاملة. والمنافسة الكاملة هفكركم تاني بشروطها، هو توافر عدد كبير جدا من البائعين والمشترين، تجانس السلع تجانس مطلق، حرية الدخول والخروج من السوق، وحرية انتقال عناصر الإنتاج، والمعرفة التامة بالسوق. دي الشروط الأساسية للمنافسة الكاملة. وده معناه إن شايف إن دور الدولة في التدخل في النشاط الاقتصادي غير مرغوب فيه، وجهة نظره إن في يد خفية بتسعى لتحقيق مصلحة المجتمع ككل. ليه؟ لأن الأفراد عندهم حرية في اختيار الأنشطة الاقتصادية اللي بتحقق مصالحهم الشخصية، وبالتالي هما مش هيبقوا محتاجين لجهة تتدخل في تنظيم شؤون الدولة. دي الأفكار العامة اللي افترضها آدم سميث، وبعد كده وضع فروض علشان يبني عليها نظريته في الميزة المطلقة. من أهم هذه الفروض إن افترض وجود دولتين بتنتج سلعتين مختلفتين. الحاجة التانية إنه قيمة السلعة بتتحدد بعامل واحد وهو العمل، وده سبق إن احنا وضحناه إنه أهمل عناصر الإنتاج الأخرى. كمان دالة الإنتاج بتبقى واحدة في الدولتين اللي هيتم بينهم التداول، وفي حرية لانتقال عوامل الإنتاج داخل البلد الواحد، وده معناه إن الحرية دي بتكون داخل الدولة، ومن الصعوبة إن العناصر دي تتحرك خارج الدولة. حاجة تانية برضو من الفروض اللي وضعها آدم سميث هي التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج، يعني مفيش بطالة وكل الموارد اللي موجودة بتشتغل. آخر حاجة هي حرية المبادلات التجارية. ممكن نعبر عن نظرية الميزة المطلقة لآدم سميث بالمثال اللي قدام حضرتك. زي ما افترض آدم سميث في نظريته إنه في دولتين وفي سلعتين، فعلى سبيل المثال لو عندي دولتين زي مصر والسودان والسلعتين منسوجات وزيوت، مصر بتنتج متر واحد من المنسوجات في ساعة واحدة، وعشان تنتج جالون واحد من الزيوت بتحتاج 4 ساعات. يعني ده معناه إنتاج جالون واحد من الزيوت بيكلف ما يعادل 4 متر من المنسوجات، وده معناه السعر النسبي بين السلعتين. طيب، وعلى فكرة هو بيفترض غياب النقود، لأن هيتم المقايضة بين السلع بعضها وبعض. علشان كده أي فرد في السوق المصري يستطيع أن يقايض جالون واحد من الزيوت ب4 متر من المنسوجات. طب لو جينا للسودان، عشان تنتج متر واحد من المنسوجات بيكلفها 2 ساعات، وعشان تنتج جالون واحد من الزيوت بيتكلف 3 ساعات. طيب ده معناه ايه؟
ان في السودان عشان تنتج جالون واحد من الزيوت بيكلفها ما يعادل 3 على 2 متر من المنسوجات. 3 على 2 يعني 3 ساعة لانتاج الزيوت على 2 ساعة لانتاج المنسوجات. تمام؟ يعني فيما معناه انه عشان اي فرد في السودان يقايض جالون واحد من الزيوت هيقابله 1.5 متر من المنسوجات. جت منين 1.5؟ 3 على 2. طيب ده معناه ايه؟ ان مصر بتتمتع بميزة مطلقة في انتاج المنسوجات. ازاي؟ لو قارنا مصر والسودان في انتاج المنسوجات هنلاقي علشان انتج متر واحد من المنسوجات في مصر بيكلف ساعة واحدة، لكن بالنسبة للسودان بيكلفها ساعتين. يبقى مصر عندها ميزة مطلقة في انتاج المنسوجات. العكس بيحصل في انتاج جالون واحد من الزيوت. فعشان انتج جالون واحد من الزيوت في مصر بيكلفها 4 ساعات، لكن في السودان بيكلفها 3 ساعات. وده معناه ان السودان عندها ميزة مطلقة في انتاج الزيوت. ومن هنا قيام التجارة بقى بين الدولتين بناء على ان كل دولة هتتمتع بميزة مطلقة في انتاج سلعة واحدة. طيب وعلشان كده مصر هتتخصص في انتاج المنسوجات اللي عندها ميزة مطلقة فيها، وده معناه انها هتكرس كل الموارد اللي موجودة عندها في انتاج المنسوجات. يعني بدل ما تهدر مواردها في انتاج منسوجات وزيوت اللي هي اصلا ما عندهاش ميزة مطلقة فيها، لا، ال4 ساعات اللي بيكلفوها في انتاج جالون واحد، لا، ال4 ساعات دول ممكن يخلوها تنتج 4 متر منسوجات. بالنسبة للسودان هي هيبقى عندها ميزة مطلقة في انتاج الزيوت، وده معناه ان برضو هتكرس كل مواردها في انتاج الزيوت بدل ما تهدرها في انتاج سلعتين منهم سلعة لا تتمتع فيها بميزة مطلقة. طيب واخر حاجة قالها ادم سميث، طيب هو معدل التبادل الخارجي ايه؟ هو معدل التبادل الخارجي التبادل اللي هيكون بين مصر والسودان لما يكون في تجارة لازم يكون اعلى من معدل التبادل الداخلي ولو بوحدة واحدة. يعني معدل التبادل الداخلي في مصر 1 إلى 4، 1 جالون زيت ل4 متر قماش، وفي السودان 1 جالون من الزيت مقابل 1.5 متر قماش. ده نسب التبادل الداخلية. طيب لما يبدأ في تبادل خارجي لازم يكون معدل التبادل الدولي أكتر من معدل التبادل الداخلي. طب ليه؟ لأن لو أنا قلت معدل التبادل الدولي 1 إلى 4، طيب مصر هتستفيد إيه؟ إذا كان هو نسبة التبادل الداخلية عندها في الداخل 1 إلى 4 يبقى لازم يكون أكتر. لو قلنا 1 إلى 5 ماشي يبقى هي هتستفيد، لكن ما يبقاش أقل 1 إلى 3، لا، يبقى أقل من نسب التبادل الداخلية عندها، يبقى ما عندها مش هتحقق فيها أي ميزة. ونفس الكلام بالنسبة للسودان. الانتقادات بقى اللي وجهت لنظرية آدم سميث، أول حاجة إن آدم سميث ما قدرش يحدد معدل تبادل دولي دقيق، واكتفى بأنه في حد أدنى وحد أقصى لقيام التجارة الخارجية. الحاجة التانية إنه تطبيق هذه النظرية هيؤدي إلى انكماش التجارة الخارجية. ليه؟ لأن مش كل الدول عندها ميزة مطلقة في إنتاج السلع. آدم سميث كمان افترض ان التجارة الخارجية هي امتداد للتجارة الداخلية، وده مخالف للحقيقة، لان التجارة الخارجية مختلفة عن التجارة الداخلية، واحنا وضحنا الفروق بينهم في اول المحاضرة. الحاجة الرابعة ان مسألة الحرية المطلقة دي برضو غير واقعية. ليه؟ لانه في عوائق وفي قيود على حركة عوامل الإنتاج. آخر حاجة إنه آدم سميث افترض في نظريته وجود دولتين ووجود سلعتين فقط، وده غير منطقي لأن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.
النظرية التانية من النظريات الكلاسيكية هي نظرية ريكاردو، والتي أطلق عليها نظرية النفقات النسبية. وفروض ريكاردو مشابهة لنظرية آدم سميث. هو افترض برضو أن وجود دولتين وسلعتين، في حرية تجارة والأسواق بتقوم على المنافسة الكاملة، وبتحدد تكلفة إنتاج السلع حسب كمية العمل المبذولة فيها، واللي بيطلق عليها نظرية القيمة في العمل. الموارد الاقتصادية لكل دولة بتظل كما هي ثابتة، بمعنى إن عنصر العمل بيتكون من وحدات متجانسة ما بتختلفش في مستوى المهارة أو التدريب. وكمان برضو عنصر الأرض برضو يتكون من وحدات متجانسة لا تختلف في درجة الخصوبة أو الجودة. بالإضافة إلى أن عناصر الإنتاج المختلفة زي العمل ورأس المال والأرض بتتحرك بسهولة من نشاط إلى آخر على المستوى المحلي، لكن ما بيتحققش كده عند تحركها من دولة إلى أخرى، بيبقى فيه صعوبة في تحرك هذه العناصر. بالإضافة إلى أنه افترض أن مستوى المعرفة الفنية ثابت زي ما هو داخل الدولة ما بيتغيرش، وتكلفة الإنتاج بتكون ثابتة، وساعات العمل اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة من أي سلعة تظل كما هي. زودنا الإنتاج قللنا الإنتاج تكلفة الإنتاج بتبقى ثابتة. والسبب في ثبات التكاليف ده بيكون دافع للدول تتخصص في إنتاج سلعة واحدة بدل ما تهدر مواردها في إنتاج أكتر من سلع. آخر حاجة، افترض إن عناصر الإنتاج بيتم توظيفها توظيفا كاملا، يعني لا توجد بطالة ولا يوجد موارد معطلة. لو حبينا نشوف ازاي نقدر نحسب المزايا النسبية من وجهة نظر ريكاردو، المثال اللي قدامنا بيوضح انه في دول بتتمتع بميزة مطلقة في انتاج السلعتين، وده السؤال اللي معرفش يجاوب عليه ادم سميث، لانه ادم سميث افترض ان كل دولة عندها ميزة مطلقة في انتاج احدى السلع. طيب لو توافرت لدى دولة ميزة مطلقة في انتاج السلعتين ودولة تانية ما عندهاش اي ميزة مطلقة، كيف تتم التجارة بين هاتين الدولتين؟ نشوف الاول بالنسبة لمصر، تكلفة انتاج متر واحد من المنسوجات بيكلفها ساعتين، بينما انتاج جالون واحد من الزيوت بيكلفها ساعة واحدة. طب بالنسبة للسودان، لو شفنا المنسوجات بتكلف انتاج المتر الواحد منها 3 ساعات، يعني اكبر من مصر، وبرضو الزيوت عشان ينتج جالون واحد بيكلفه 4 ساعات. يبقى هنا السودان ما عندهاش اي ميزة مطلقة ولا في انتاج المنسوجات ولا في انتاج الزيوت، بينما مصر تتمتع بانتاج المنسوجات والزيوت. المشكلة دي حلها ريكاردو في ان كل دولة هتتخصص في انتاج السلعة اللي عندها فيها ميزة نسبية، لان في كل دولة هنلاقي فيه ميزة نسبية في انتاج سلعة اكتر من السلعة التانية. طيب لو شفنا مصر، هنلاقي ان عندها ميزة نسبية في انتاج الزيوت بالنسبة لانتاجها المنسوجات، لان الزيوت بيكلفها ساعة واحدة عشان تنتج جالون واحد، لكن في المنسوجات بتحتاج الى ساعتين عشان انتج متر واحد. يبقى مصر عندها ميزة نسبية في انتاج الزيوت بينما السودان عندها ميزة نسبية في انتاج المنسوجات، على الرغم من ان مصر عندها ميزة مطلقة في انتاج السلعتين والسودان ما عندهاش اي ميزة مطلقة في انتاج اي سلعة. دلوقتي ممكن نشوف ازاي نقدر نحسب الميزة النسبية. فلو شوفنا تكلفة انتاج الزيت في السودان بالنسبة لتكلفة انتاج الزيت في مصر مضروب في 100، هنلاقي تكلفة انتاج الزيت في السودان 4 إلى 1، اللي هو تكلفة انتاج الزيت في مصر مضروب في 100 بيساوي 400%، يعني تكلفة انتاج الزيت في السودان بالنسبة لتكلفته في انتاجه في مصر 400%.
طيب ولو جينا لتكلفة إنتاج المنسوجات في السودان بالنسبة لتكلفة إنتاج المنسوجات في مصر، هنقسم 3 على 2 في 100، يعني هيساوي 150%. طب لو شفنا النسبتين هنعرف إن السودان عندها ميزة نسبية في إنتاج المنسوجات عن إنتاج الزيت. طيب لو عكسنا الوضع بالنسبة لمصر، هنشوف تكلفة إنتاج الزيت في مصر بالنسبة لتكلفة إنتاج الزيت في السودان. هنقسم 1 على 4 في 100، هيدينا 25%. بينما تكلفة إنتاج المنسوجات في مصر بالنسبة لتكلفة إنتاج المنسوجات في السودان هتبقى 2 على 3 في 100، بتساوي 66.7%. ده معناه إن مصر عندها ميزة نسبية في إنتاج الزيت، لأن تكلفة إنتاجه أقل من تكلفة إنتاج المنسوجات نسبية. وهقول تاني، بالرغم من أن مصر تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج السلعتين. آخر حاجة بنأكد عليها إنه معدل التبادل الدولي اللي قال عليه ريكاردو هو أفضل شيء، إن هو يكون بين معدلي التبادل الداخلي لكل دولة. بمعنى إنه أي معدل تبادل يكون إن شاء الله أكتر منه بدرجة واحدة هيكون فيه مكسب للدولة، بس الحدود بتاعته تكون محصورة بين معدلي التبادل الداخلي لكل دولة. بعد ما عرضنا نظرية ريكاردو ونظريته في النفقات النسبية، لقينا ان هو ما قدرش يحدد سعر معين او نسبة للتبادل التجاري بين الدولتين المشتركتين في التجارة، وتوقف في تفسيره لقيام التجارة او تحديد نسب التبادل التجاري على انها تكون واقعة بين النسب التبادل الداخلية في كل دولة. حاول جون ستيوارد ميل انه يلاقي نقطة اخرى يحل بيها مشكلة عدم تحديد نسب التبادل، ولقى ان معدل التبادل الدولي بيتحدد على اساس الطلب المتبادل من كل دولة على منتجات دولة اخرى. ده معناه انه بيتوقف على عاملين مهمين قوي، جانب الطلب والعرض. ومعدل التبادل اللي بيحقق التوازن في التجارة الدولية هو المعدل اللي بيجعل قيمة صادرات وواردات كل دولة متساوية. طيب ده معناه ايه؟ ان انا كدولة قيمة صادراتي تكفي لتغطية قيمة وارداتي من الدولة الاخرى، وده اللي سماه جون ستيوارد ميل بالطلب المتبادل. وركز ميل بشكل كبير قوي على اختلاف الكفاءة النسبية وليس اختلاف النفقات النسبية كما اوضح ريكاردو، وحاول ان هو يثبت كمية العمل عشان يظهر الفرق في الانتاجية، واتكلم عن كيفية تحديد معدل التبادل بين دولة واخرى، وقال انه المكسب الاكبر بيروح للدولة اللي طلبها اقل، والمكسب الاقل بيروح للدولة اللي طلبها اكبر، وخصوصا لو ان الدولة اللي طلبها اقل بتكون مرونة الطلب فيها قليلة، وده معناه ان طلبها بيتغير بكمية قليلة مقارنة بالسعر. ده ملخص لنظرية جون ستيوارت ميل وعن تكافؤ الطلب المتبادل بين الدول المشتركة في التجارة الخارجية. لكن وجه انتقاد لجون ستيوارت ميل بأنه مش شرط أن يكون الطلب المتبادل له دور في تحديد نسبة التبادل الدولي، وكمان لأنه اشترط التكافؤ بين قيم الصادرات والواردات، وده بيعتبر قيد على النظرية اللي وضعها. بكده نكون خلصنا النظريات التقليدية، يبقى فضل لنا نظرية هيكشر وأولين، وبعدها هنبدأ نتكلم على النظريات الحديثة في التجارة الدولية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.